FM. الكلمة ليك يا استاذ، يبدا جيبه فارغ. كيفاش تحبوا انت ينفذها الطاقه هذه؟ يفكر ازاي يكون جيبه مليان في كرشه جيعان، في كرشه جيعان. نعم. يخمم في الماكله، يخمم كيفاش يجيب عيش، كيفاش يجيب خبز. الجوع ده جزء من دوافع الحياه ودوافع الامل. لما مازلو دوافع شنو الحياه؟ لما مازلو في علم النفس حط مثلث مازلو للاحتياجات اللي هو العالم كله، العالم كله بيتحرك بيه، كل علماء النفس بيتحركوا بيه، كل اي شخص لديه احتياج بيتحرك بيه. قال ان الاكل والجوع والحاجة للامان والتحقيق الذات ده جزء اساسي لوجود الرغبة والدافع. ده اللي احنا بنقوله. اذا بقى في رغبة ودافع نتيجة الحاجة. الخطوة اللي بعديها مش بس نسيبه للرغبة والدافع. يجب ان كل واحد بيستمع لنا مش بس يكون عنده رغبة، لا، يكون عنده خطوات، يكون عنده تفعيل، يسعى، يكون عنده أمل. حضراتكم لما اشتغلتوا في هذه الإذاعة الرائعة المميزة جيتوا إزاي؟ أكيد بذلتوا جهد، أكيد جيتوا قدمتوا، أكيد جيتوا ساعتهم. أنتوا شباب من الشباب تونس، أنتوا متميزين، أنتوا نموذج. لا مش بس بالمعارف، أتحدى أن كل الناس اللي عاملين في الإنجازات يكونوا بالمعارف نهائيا. فهم كل شيء، ما تنجموش لا، ولكن يدور يرجع لنا نفس الموضوع. نفس الموضوع بيقول دافعية ورغبة من جوة. هي دية الكلام الجميل اللي انت بتقوله. نعم كلام جميل واحنا بنقوله. اما الجزء الثاني الاخذ بالاسباب، التخطيط، العمل، الاجتهاد. معروفة لا مش معروفة. هل يعرف الشاب العربي يعرف يخطط؟ احنا بنعلمه يخطط. ليه بيتعمل كوتشنج؟ برامج الكوتشنج ايه فايدتها؟ برامج الكوتشنج النهارده انك لو اذا ما وصلش يعمل الكوتشنج، اذا ما عندوش الامكانيات باش ياخد قدامك وتعمل له الكوتشنج، مسجلينها في اليوتيوب مئات البرامج، ما عندوش مجانا. انترنت يقرا، ما عندوش انترنت، مفيش مكتبات مجانا يا اخي في تونس وفي الدول العربيه. لا كابا فهم الكلمه ليك.